السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 معكم المهندس محمد المهدي من قناة 7 دريمز. يعني ايه سمكة بشوب السيراميك؟ هنشرح طريقة توصيل الكهرباء من اللوحة اللي احنا خلصناها جوه في المطعم للوحة العمومية اللي عندي. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها البريزة الصاروخ او البلاك. دي شكل المسارات بتاعتي كلها التجميع بتاعتي جت في النهاية بالمنظر ده كده. الواحد في الفترة دي غالبا بيكون بيصاب احباط كتير لانه بيقدم سيفيهات في كذا مكان وما بيتردش عليها. حصل لانه حصل مع كل الناس. اسمع تحياتي المهندس محمد المهدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.